بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة المدارس الزراعية، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة. وحلقتنا إن شاء الله النهاردة هتبقى مخصصة لطلاب الصف الأول من المدارس الزراعية، وهنوجه كلامنا إن شاء الله للطلاب اللي هيدرسوا معانا بعد كده مواد قسم البساتين. والنهاردة هنتكلم على عملية من أهم العمليات الفنية اللي الفني في أي مكان من أماكن الحصلات البستانية، سواء كانت أماكن إنتاج الفاكهة أو الخضار أو الزينة، بيتعرض ليها وبتبقى عملية مهمة جدا، ومن خلالها بيحدد مراحل نضج النبات. هنتكلم على حصاد وإعداد وتجهيز وتداول نباتات الحصلات البستانية. عشان نقرب الموضوع لحضراتكم، احنا دايما في السوق بنتعامل مع المنتج في الصورة التسويقية بتاعته. هل هذه الصورة التسويقية هي المرحلة اللي تم فيها جني المحصول من الحقل أو من المزرعة لحد ما وصلني داخل البيت؟ يعني نقرب الصورة لحضراتكم. لو قلنا أنا من الناس اللي بتحب تاكل نبات الموز، هل نبات الموز في الصورة اللي أنا بشتريها من التاجر للاستهلاك، هل هي دي الصورة اللي طلع عليها النبات من المزرعة، ولا في مجموعة من المعاملات تمت على هذا النبات إلى أن وصل عندي إلى هذه الصورة؟ بالفعل بالدراسة بتاعتنا هنعرف إن النبات ده مر بمجموعة من المراحل، مرحلة الحصاد، وبعد كده في عملية تمت عليه اسمها عملية الإنضاج الصناعي، وبعد كده بعد ما تمت عملية الإنضاج الصناعي تم تحويل النبات ونزوله إلى السوق إلى حيث يتم تسويقه. يبقى احنا النهاردة إن شاء الله في الحلقة بتاعتنا هنتكلم على حصاد وإعداد وتجهيز وتداول نباتات الحصلات البستانية كأحد العمليات الفنية الهامة في مشاتل البساتين ونباتات البساتين. أول حاجة هندور عليها، هل نوعية الجزء الصالح للاستهلاك في كل النباتات واحدة؟ يعني أنا وأنا شغال في مجال الحصلات البستانية، هل كل النباتات أنا باخد منها الجزء الاقتصادي بتاعها واحد، ولا كل نوعية من النباتات لها أجزاء اقتصادية معينة؟ ده إن شاء الله برضو من ضمن المحاور اللي هنتكلم عليها. من ضمن الحاجات اللي هنتكلم عليها أيضا، هل مراحل النضج بتاعة نباتات الحصلات البستانية كلها واحدة؟ يعني أنا لما باجي أتعامل مع الثمرة أو البرعم الزهري اللي على النبات أو الأزهار لإجراء عمليات القطف ليها، هل بيتم جمعها كلها في وقت واحد، ولا بيتم الجمع في أوقات مختلفة، والأوقات دي بتختلف حسب نوعية النباتات وحسب درجة التسويق؟ ده برضو من ضمن الحاجات المهمة اللي احنا هنتكلم عليها مع بعض. يبقى احنا إن شاء الله حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن حصاد وإعداد وتجهيز وتداول نباتات الحصلات البستانية، وبندور برضو المحورين اللي احنا هنتكلم عليهم ويكونوا واضحين في ذهننا. أول واحد، هل نوعية الجزء الصالح للاستهلاك في الحصلات البستانية بتكون نوعية واحدة؟ والسؤال الثاني واللي احنا هنجاوب عليه خلال حلقتنا مع بعض، هل مراحل النضج الواجب القطف عندها اللي بيتم عندها الحصاد والتداول بتكون في الحصلات البستانية واحدة ولا بتختلف؟ نبص لبعض الأمثلة مع بعض ونشوف ايه هي الأجزاء النباتية وحالات القطف المختلفة. أول نبات عندي، ودي الصورة بتاعته، ونبات من نباتات الخضر المهمة ولكن دايما يمكن مش منتشر بصورة كبيرة، وده نبات الإسبرجس، وبيتم قطفه عند بداية تكوين السقال. يبقى أدي مرحلة من المراحل أنا بيتم فيها قطف النبات عند بداية تكوين السقال، والنبات ده أثناء زراعته بيتم له عملية أو معاملة تسمى معاملة التبييض. إذا عندي نباتات تانية بيتم قطفها عند تكوين الأوراق، ولو جينا نبص لهذه النوعية من النباتات التي يتم قطفها عند تكوين الأوراق، دي مجموعة من النباتات احنا بنسميها النباتات الورقية، وهي غالبا مجموعة من نباتات الخضر، ودي مجموعة كبيرة جدا احنا ذكرنا لكم على سبيل المثال مجموعة، ولكن عندنا نبات الفجل ونبات الجرجير ونبات البقدونس ونبات الشبت ونبات الكرنب، نبات ورقي، نبات السبانخ، نبات ورقي، نبات الخس، نبات ورقي. احنا اكتفينا بثلاث نماذج، نبات الاسبرجس والسبانخ والجرجير ونبات الخس. في عندي مجموعه تانية من النباتات بيتم قطفها عند بدايه تكوين مبادئ النوره الزهريه،
ونركز شوية في الجزئية ديت. أنا بقول بداية تكوين النورة الزهرية، يعني أنا ما بسيبش النورة الزهرية لما تتكون، لأن في عندي نوع تاني من النباتات بيتم قطفها عند تكوين النورات الزهرية. والنوع دوت من النباتات عندي نوعين مشهورين جدا، نبات القنبيط ونبات البروكلي. يبقى النباتين دول بيتم قطف النبات، ماليش علاقة بالورقة، ماليش علاقة بالثمرة، أنا بيتم قطف النبات أو باخد الجزء الاقتصادي بتاعي هو عبارة عن النورات الزهرية اللي بيتم قطفها عند بداية تكوينها. النوع التاني أو الطريقة التانية والمحور التاني اللي بنتكلم عليه أو النموذج التاني من النماذج هو عبارة عن حالات بيتم فيها قطف النبات، حاصلات بيتم فيها قطف الجزء الاقتصادي بتاعها قبل تكوين النورة الزهرية. يبقى احنا زي ما وضحنا في نبات الأرنبيط ونبات البروكلي بيتم القطف عند بداية تكوين مبادئ النورة الزهرية، الحالة اللي معانا دلوقتي بنقول حاصلات بيتم القطف فيها قبل تكوين النورة الزهرية. ودي عندي نبات مشهور جدا من النباتات وهو نبات الخرشوف. يبقى نبات الخرشوف بيتم جمع الجزء الاقتصادي فيه وهو عبارة عن النورات أيضا، ولكن يتم قطف النورات قبل تكوين النورة الزهرية. في عندي مجموعة تانية من النباتات بيتم فيها القطف، ولكن في مرحلة بعد ما الزهرة تتكون وتعد ويتكون تتحول الزهرة على هذا النبات إلى ثمرة، ولكن بيتم قطاف المحصول قبل اكتمال نضج الثمار. ودي من ضمن الحاجات اللي مشهورة عندي فيها نبات الخيار ونبات من ضمن نباتات البامية. بمعنى ايه؟ لو انا جيت سبت نبات الخيار ونبات البامية على سبيل المثال الى ان يصل هذا النبات الى مرحلة الثمرة بتاعتي، تصل الى مرحلة تمام النضج، مرحلة تمام النضج في هذه الثمار بتصبح الثمار غير صالحة للاستهلاك، او ان الصورة التسويقية بتاعتها غير مرغوبة، فبيتم جمعها وجمع الجزء الاقتصادي بتاعها اللي هو الثمرة، ولكن في مرحلة مبكرة جدا بتكون في مرحلة بداية تكوين الثمار. يبقى برضو عندي هنا الاحظ ان انا بدور على النبات بتاعي وبشوف القيمة التسويقية بتاعتي للجزء الاقتصادي بتاعي ايه هي المرحلة المناسبة، وادور عليها بحيث ان انا اجمع المحصول او اجمع الجزء الاقتصادي في المرحلة المناسبة له. في عندي ايضا مرحلة من مراحل الجمع، وفي حالة من الحالات المهمة جدا ودي بتكون في اغلب حاصلات البستانية، هي عبارة عن قطاف الحاصلات البستانية عند درجة اكتمال نضج الثمار او الثمار بتاعتي تكون مكتملة. يبقى احنا في النموذج اللي فات نبات البامية ونبات الخيار قلنا بيتم القطاف عند بداية تكوين الثمرة، يعني بمجرد خروج الثمرة ونموها لمرحلة معينة بيتم قطفها. في عند النموذج التاني اللي هنتكلم عليه هي حاصلات بيتم قطافها عند اكتمال تكون الثمار، ودي مجموعة كبيرة جدا من نباتات الحاصلات البستانية سواء كانت نباتات الخضر أو نباتات الزينة، منها نبات الزيتون ونبات المانجو ونبات الموز. يبقى من ضمن الحاصلات اللي بيتم قطفها عند اكتمال نضج الثمار هي الزيتون والمانجا والموز، ودي على سبيل المثال ان الثمرة بتاعتي وصلت الى مرحلة اكتمال النمو. في عندي نوعية تانية او مرحلة تانية لازم الثمرة تظل على النبات حتى تصل الى مرحلة النضج. يمكن احنا من شوية كنا بنتكلم ونقول هل ان الموز بتاعي اللي انا بستهلكه بيكون موجود في الصورة اللي موجودة معانا؟ لا، نبات الموز بتجرى عليها عملية انضاج صناعي، ولكن هو بيتم جمعه عند اكتمال نمو الثمرة، يعني الثمرة وصلت الى مرحلتها النهائية واخدت الحجم النهائي، ولو سبتها على النبات فترة اطول من كده مش هيحصل فيها مجموعة من التغيرات، لا هتزيد في الحجم ولا هيحصل فيه تغير في الصفات اللي داخل هذه الثمرة. فأنا في المرحلة ديت وصلت لمرحلة تمام النضج، فأنا يفضل أن أنا أشيلها وبعد كده بعمل لها عملية التسويق، لأنها وصلت لمرحلة تسمى مرحلة اكتمال النضج أو اكتمال تكوين الثمرة، يعني وصلت لمرحلة أن هي مش هتزيد في الحجم بعد كده ولا هيحصل فيها تغيرات داخل الثمرة. في عندي مجموعة تانية من النباتات الحاصلات البستانية
دي لا يتم جمع المحصول إلا عندما تصل الثمرة إلى تمام مرحلة النضج. يبقى هنا في نباتات أنا بستنى لما الثمرة تكتمل حجما، وفي نباتات أنا بستنى لما الثمرة تكتمل نضجا. يعني لازم إن الثمرة بتاعتي يتم اكتمال نضجها وهي متصلة بالنبات الحامل ليها، ولو حصل وأنا قطفتها قبل ما تصل لمرحلة النضج بتفقد جزء التسويقي، يعني بيبقى عندي في مشكلة في الطعم، عندي في مشكلة في اللون. من ضمن هذه الأمثلة اللي عندي نبات زي نبات العنب، ونبات زي نبات التفاح، ونبات زي نبات الخوخ. نقرب الكلام ده لحضراتكم ازاي؟ أنا عندي لو أنا وصلت لنبات العنب، وصلت حبة العنب داخل عنقود العنب إلى أقصى حجم ليها، ولكن الثمرة بتاعت العنب ديت ما وصلتش لمرحلة النضج النهائي، فبتيجي حضرتك تستهلكها بتلاقي إن في الطعم بتاعها بيكون طعم غير مرغوب. وكذلك أيضا ثمرة التفاح سواء كان بألوانه، سواء كان التفاح بالأصناف المصرية أو الأصناف اللي بيتم استيرادها من الخارج اللي مناخ مصر غير ملائم ليها، بلاقي عندي إيه؟ لو أنا قطفت الثمرة عند مرحلة اكتمال النضج اللي هي اكتمال النمو، المرحلة زي نبات الزيتون ونبات المانجو ونبات الموز، بلاقي ان الثمرة بتاعتي الصفات التسويقية بتاعتها او الطعم بتاعها بيكون طعم غير مرغوب. انا لما استهلك ثمرة وفيها المشكلة ديت انا بكون عارف ان الثمرة ديت تم قطفها عند مرحلة اكتمال النمو وليس مرحلة النضج. يبقى احنا هنا عرفنا ان عندي مجموعة كبيرة من النباتات بيتم قطف الجزء الاقتصادي بتاعها، في نباتات بيتم قطفها عند تكون السيقان، في نباتات عند تكون الأوراق، نباتات تانية بيتم قطفها عند بداية تكوين النورة الزهرية، ونباتات تانية قبل تكوين النورة أو تفتح النورة، وفي حصلات بيتم حصادها عند بداية تكوين الثمار، وأيضا عندي مجموعة من الحصلات بيتم قطفها عند اكتمال نمو الثمرة، وأيضا في مجموعة في من النباتات بيتم قطفها عند نضج الثمار. ووضحنا مجموعة من الأمثلة اللي بتقرب الكلام ده لذهن حضرتك. هنوصل هنا لتعريف مهم جدا وعملية مهمة جدا من العمليات الفنية، أو وصف أنا بحتاجه كعامل فني، هو عبارة عن النضج البستاني. كلمة نضج بستاني معناها إيه؟ معناها أن الجزء النباتي، إحنا يمكن وإحنا بنتكلم وضحنا أن الجزء الاقتصادي من المحصول بيكون جزء مختلف، عندي مجموعة مختلفة من الأجزاء الاقتصادية، ممكن أخد الورقة، ممكن أخد الثمرة، ممكن أخد الدرنة، ممكن أخد الكرمة، ممكن أخد البصلة، ممكن أخد النورة الزهرية، ممكن أخد الشمراخ الزهري زي ما هيحصل في بعض الأزهار، ممكن أخد الزهرة في حاصلات نباتات الزينة. يبقى كلمة نضج بستاني معناها وصول الجزء النباتي من المحصول البستاني سواء كان فاكهة أو خضار أو نباتات طبية وعطرية أو زهور القطف إلى المرحلة، أي مرحلة هي المرحلة التي تكون صالحة للاستهلاك حسب رغبة المستهلك. يبقى نضج بستاني معناها أن الجزء الاقتصادي أو الجزء النباتي من المحصول باختلاف نوعيته سواء كان فاكهة أو خضار أو زهور قطف أو نباتات طبية وعطرية، أن يكون هذا الجزء وصل إلى مرحلة بيكون فيها صالح للاستهلاك حسب رغبة الإنسان. بمعنى إيه؟ عندي في بعض الحاصلات بيكون الرغبة من إنتاجها إن أنا محتاج إن هذا النبات بيتم تسويقه في مكان بعيد عن مواطن الإنتاج ومواطن المزارع بتاعته، يعني عندي في مسافة طويلة ما بين المزرعة الكائن فيها النبات والجزء اللي بيتم فيه التسويق. في مرحلة تانية في بعض الأحيان في حاصلات بيتم قطافها لاستخدامها لأغراض التصدير، إذا هي المسافة اللي بين عملية الحصاد إلى أن تصل إلى المستهلك النهائي بتكون مسافة أطول شوية. هل هذه العمليات بتؤثر على موعد عمليات الحصاد؟ بالفعل بتؤثر هذه العملية، ولكن يراعى دائما أن يجب أن يكون الجزء الاقتصادي أن يكون وصل إلى مرحلة النضج البستاني اللي بعدها ممكن يكمل المراحل بتاعته، يعني أنا أقدر أعمل عليه معاملات إن أنا أوصله إلى المرحلة اللي بيكون فيها الصفات التسويقية بتاعته بتكون صفات تسويقية جيدة.
هنشوف مع بعض في نموذج وشكل تخطيطي كده هيبين لي ما هي أهم دلائل اكتمال النمو والصلاحية للقطف. بلاقي عندي في نوعين، عندي الغرض من استخدام الثمار وعندي المسافة بين المزرعة والسوق، ويمكن احنا اتكلمنا عليها من شوية صغيرين بس هناخدها بشيء من التفصيل. يبقى أول حاجة دلائل اكتمال النمو والصلاحية للقطف بتختلف على حسب ايه؟ بلاقي ان العملية دي بتختلف على حسب الغرض من استخدام الثمار، يعني انا هستخدمها في ايه، وعندي بعد كده المسافة بين المزرعة والسوق. أول حاجة ببص على الغرض من استخدام الثمار، هل استخدام الثمار اللي عندي بيكون الغرض منها الاستهلاك الطازج، ولا الغرض منها التخزين، ولا الغرض منها التصنيع؟ طبعا هنا بلاحظ ان مرحلة اكتمال النمو بتختلف. لو انا هاخد ثمرة بيتم استهلاكها في صورة طازجة، اذا هنا يجب ان تصل الى مرحلة فيها الصفات التسويقية جيدة، ولو انا هخزنها يعني هيتم الاحتفاظ بيها لفترة طويلة، فيجب عليا ان انا يتم قطافها في مرحلة مبكرة شوي. ولو انا هستخدمها لاغراض التصنيع، يعني النبات بعد كده الثمار ديت او الجزء الاقتصادي دوت هيتجرى عليه معاملات معينة، فممكن اتغاضى عن بعض الصفات، ولكن يهمني هنا زيادة كمية المحصول. العنصر الثاني المسافة بين المزرعة والسوق. زي ما احنا وضحنا، هل الغرض من التسويق بتاعي الجزء الاقتصادي بتاعي، هل انا هنقله بيتم استهلاكه محليا لمسافة قريبة، ولا بيتم استهلاكه محليا على مسافة بعيدة، ولا بيتم استخدامه والغرض منه التصدير؟ ونشوف مع بعض اهم دلائل اكتمال النمو والصلاحية للقطف. يعني ايه هي الحاجات اللي حضرتك كعامل فني داخل المزرعة هنتعلمها مع بعض وهنعرفها، بحيث ان هي تكون المساعد لحضرتك ان انت تقدر تحكم على هذه الثمار، هل هذه الثمار اصبحت صالحة للقطف، هل الجزء الاقتصادي للنبات اصبح صالح للقطف ام لا. يبقى في عندك مجموعة من المعايير احنا هنشوفها مع بعض، اللي من خلالها بقدر احكم على الجزء الاقتصادي بتاعي، هل وصل هذا الجزء الاقتصادي الى المرحلة اللي عندها يصلح للقطف والتسويق او القطف والاستهلاك او القطف والتصدير ام لا. مجموعة الدلائل دي عندي اول عنصر فيها احنا بنسميه عمر القطف، وهنتكلم عليهم، احنا هنسردهم مع بعض كده، وبعد كده هناخدهم عنصر عنصر بالتفصيل ونعرف ايه الاهمية بتاعته. العنصر الثاني حجم الثمار، هل ان كل الثمار بتصل الى حجم واحد عند الجمع ام لا، ام تختلف حسب نوعية النبات. في عندي من ضمن الدلائل ايضا اللي ممكن اخدها مؤشر يدللي على اكتمال النمو شكل الثمرة، هل الشكل بتاعها، هل ده الشكل النهائي، ولا بيكون عندي مرحلة اكبر من كده او ابعد من كده. عندي بعد كده من ضمن الدلائل ايضا لون الثمار، يبقى عندي عمر القطاف، عندي حجم الثمرة، عندي شكل الثمرة، عندي لون الثمرة، وعندي ايضا في معاملتين مهمين جدا ودايما انا بذكرهم مرتبطين مع بعض، نسبة المواد الصلبة الزائبة الكلية في داخل الثمرة، ونسبة المواد الزائبة الصلبة الكلية إلى نسبة الحموضة، وعندي أيضا درجة ليونة الثمار. يبقى عندي هنا سبع معايير، السبع معايير دول أنا باخدهم عندي كدليل من الأدلة اللي بأستخدمها للحكم على صلاحية الثمار للقطف: العمر القطف، وحجم الثمرة، وشكل الثمرة، ولون الثمرة، وليونة الثمرة، ونسبة المواد الصلبة الزائبة الكلية، وأيضا نسبة المواد الصلبة الزائبة إلى نسبة الحموضة. ونيجي نشوف مع بعض إيه هو عمر القطف. بلاقي إن أي نبات عندي، خاصة النباتات الزهرية، النبات بيزهر وبعد كده بتجرى عليه مجموعة من التغيرات. إن الزهرة ديت لو أنا الجزء الاقتصادي بتاعي عبارة عن الثمرة، بيحصل فيها عملية تسمى عملية التلقيح والإخصاب، ويتكون جنين بيكون نتيجته تكوين الثمرة، والثمرة بتاخد حجمها في مراحل معينة وتطور حتى تصل إلى عمر القطف النهائي. بقول هو المدة اللي بين التزهير، يعني بمجرد خروج الزهرة
إلى أن تصل إلى مرحلة القطاف، كما في معظم المحاصيل الثمرية زي أنواع الفاكهة كلها وبعض محاصيل الخضر مثل العائلة البذنجانية والعائلة البقولية والعائلة القرعية. يبقى نباتات العائلة القرعية ونباتات العائلة البقولية ونباتات العائلة البذنجانية من الخضر ومعظم أنواع الفاكهة، أنا بعتمد على عامل من العوامل أنا بسميه عمر القطاف، اللي هو الفترة ما بين عملية التزهير إلى أن أصل إلى قطف الثمار. يبقى عملية التزهير لقطف المسافة من خروج الزهرة إلى قطف الثمرة أنا بسميها عمر القطاف. الحاجة التانية، العنصر التاني، هو حجم الثمرة. إيه المقصود بيه؟ هل الثمرة بتاعتي وصلت إلى المرحلة النهائية أو الحجم النهائي المميز للنوع والصنف تحت ظروف منطقة الإنتاج وعوامل التربة وعوامل المناخ أم لا؟ إيه الكلام ده نقوله بشيء من التفصيل؟ بمعنى إيه؟ هل الثمرة بتاعتي لو أنا سبتها على النبات هل الحجم بتاعها هيزيد ولا ده آخر حجم نهائي وصلت له؟ بمعنى لو أنا سبتها على كده أنا بخسر إن النبات بتاعي أو الثمرة بتاعتي أو السوق بتاعي عندي ناس تانية هتنزل بالمحصول وتاخد ميزة تسويقية إن تم تسويق المحصول قبل ما أنا أخرج المحصول بتاعي للسوق، يبقى أنا هنا خسرت. يبقى هنا يبقى يكون عندي لازم أكون عارف إن الحجم ده آخر حجم، بس قلت له معايير. ما هي هذه المعايير؟ أول معيار أنا بقول مميز للصنف، يعني مش كل النباتات وكل الأصناف لها نفس الحجم الثابت، دي حاجة. الحاجة التانية بقول ظروف الإنتاج، في بعض الأحيان بيكون عندي نبات بيزرع في أراضي رملية ونفس النبات ده بيزرع في أراضي طينية، طبيعة الأرض بتختلف، إذا حجم الثمرة لأن حجم الشجرة ودرجة توفر العناصر الغذائية بيختلف، درجة العناصر درجة الحرارة اللي في المكان ممكن أيضا تؤدي إلى تغير حجم الثمرة. إذا هذه العملية من ضمن العوامل التي تتطلب ان انا اكون على دراية بالحجم الطبيعي ومدى تغير هذا الحجم بناء على اختلاف العوامل البيئية المختلفة. من ضمن العوامل ايضا اللي بتحدد معايا دلائل اكتمال النمو، قلنا عمر القطف وقلنا حجم الثمرة، هناخد عندي عامل تاني من ضمن العوامل وهنمثلها معانا، هو شكل الثمرة. شكل الثمرة معناها الشكل اللي النبات بتاعي بيصل فيه الى الحجم النهائي وبيحصل فيه تغير في الشكل، ويكون التغير في الشكل اللي بالنسبة لي دليل من الأدلة اللي بحكم بيها على نضج النبات او نضج الجزء الاقتصادي. يبقى في مجموعة من التغيرات اللي بتحصل على شكل الثمرة وبيكون من خلالها انا اقدر اقول ان الثمرة بتاعتي خلاص وصلت لمرحلة اكتمال النمو واصبحت صالحة للقطف، ولو انا سبتها مش هيحصل عليها تغيرات اكتر من كده. من ضمن المعاملات دي ثمار الموز، بلاقي ان ثمار الموز بيتم جمعها لما بلاقي ان الثمرة بتاعتي ان في عندي اضلاع كانت واضحة في ثمرة نبات الموز، بيكون الاضلاع دي تقريبا شكلها تم اختفائها بشكل، والأصابع تكون تم انحنائها والكفوف نحو الحامل الثمري، وعندي ثمار المانجو والتفاح بيتم قطافها لما تاخد الشكل المميز، وبيكون زي ما بيحصل في ثمرة التفاح بلاقي ان الثمرة تكون لها فيما حاجة فيما يشبه الأكتاف عند منطقة اتصال عنق الثمرة بالشجرة. نشوف صورة بتبين ووضح لي ازاي العملية دي بتتم. لو احنا بصينا في الصورة اللي موجودة على اليمين دي ثمار نبات الموز وهي على نبات الأم في مرحلة مبكرة، بلاقي هنا عندي مناطق التضليع ظاهرة جدا في الثمرة، وعندي الجزء دوت ثمار أصبحت في مرحلة النضج، وبقول هنا النضج وليس التسويق لأن مفيش حد بيستهلك الموز في السوق في الصورة دي، لأن بتجرى له عملية تسمى عملية الإنضاج الصناعي. يبقى هنا تم اختفاء منطقة التضليع في الجزء دوت، هنا واضحة جدا عملية التضليع. طيب النوع الثاني من الثمرة او الثمرة الثانية اللي معانا هي ثمار لنبات التفاح، ايضا عندي شكل مميز للثمرة الناضجة وشكل مميز للثمرة الغير ناضجة.
الثمار الغير ناضجه بلاقي ان منطقه تكوين الاكتاف اللي ظاهره في الثمره الناضجه اللي هي بتكون عند منطقه اتصال الثمره بالشجره بتكون واضحه. يعني وانا بشتري التفاح انا وانا بقطفه في المزرعه بلاقي منطقه الاكتاف دي بتكون منطقه واضحه معايا. من ضمن العناصر ايضا اللي انا بحكم بيها على درجه اكتمال النضج لون الثمار. ولون الثمار دي من ضمن العمليات المهمة جدا والحاجات المهمة جدا هي لون الثمرة. بلاقي عندي الثمار بتاعتي بيتم تجميع ثمار التفاح والخوخ والمانجو والعنب والطماطم امتى؟ لما درجة التلوين على السطح الخارجي تصل الى مرحلة معينة او لون معين، زي ما بيحصل ايضا في عندي ثمار البطيخ وثمار الكنتالوب. انا ببص او انا بجمعها لما درجة تلوين لب الثمرة تصل الى الدرجة المناسبة لعملية التسويق. يبقى لون الثمرة عندي بعض الثمار بيتم الحكم على درجة التلوين من الخارج، وبعض الثمار بيتم الحكم على درجة التلوين بتاعها من الداخل. من ضمن الثمار اللي بيتم الحكم على درجة التلوين بتاعها من الخارج ومعانا نموذج مهم جدا هو عبارة عن نبات الطماطم. نبات الطماطم من ضمن النباتات الخضر المهمة وبيتم استهلاكها طول السنة وبيتم انتقالها من مناطق الانتاج لمناطق التسويق، وممكن المسافة بتاعتي تطول او تقصر حسب منطقة الانتاج. بلاقي عندي نبات الطماطم زي ما احنا شايفين في الصورة اللي معانا. نبص مع بعض كل المراحل اللي موجودة قدامي حاليا كده، دي مراحل نضج مختلفة لثمار الطماطم. هنا مرحلة ثمرة، الجزء ده كده ثمار تامة التلوين، الجزء ده كده معايا، الثمرة دي كده ثمرة تامة التلوين كاملة. وعندي ضي أيضا هذه الثمرة ثمرة تامة التلوين لدرجة أقل، دي بيتم استهلاكها في السوق المحلي لما بيتم انتقالها لمسافة قريبة، ودي بيتم استخدامها أو تسويقها في السوق المحلي لو أنا هستخدم إلى مسافة أبعد شوي. عندي أيضا من ضمن النباتات اللي عندي نبات البطيخ. يمكن في الفترة الأخيرة احنا بدأنا نسمع على النباتات البطيخ اللابذرية أو النباتات اللي نسبة البذور فيها تكون تكاد تكون غير موجودة، لأن كانت دايما دي صفة بتعوق عملية التسويق. خلاص عندي هنا نوعين أو نوعين من البطيخ، في نبات بطيخ اللب بتاعه أحمر، وأيضا عندي في الفترة الأخيرة تم إنتاج ونزول الأسواق نوعية من البطيخ اللب بتاعها أصفر ولها نفس درجة الحلاوة، ولكن أيضا بتزيد درجة الحلاوة بتاعتها. بلاقي أن ثمار البطيخ يجب أن يتم جمعها عندما تصل درجة التلوين إلى الدرجة المرغوبة اللي هي تحولها من اللون الباهت إلى اللون الأحمر الغامق أو اللون الأصفر الغامق، يبقى دي درجة التلوين. يبقى أيضا من ضمن المعايير اللي بحكم بيها على مرحلة القطاف بتاعة الثمار بتاعتي هي مرحلة لون الثمرة، سواء كان اللون الخارجي أو اللون الداخلي. من أيضا من ضمن العوامل المهمة اللي احنا اتكلمنا عليها وقلنا دي عنصر مهم جدا، نسبة المواد الصلبة الزائبة الكلية. يعني نسبة المواد الصلبة بالنسبة للمية داخل الثمار. بنقول ان معظم السكريات تتجمع داخل الثمار البرتقالي واليوسف والمانجو والكنتالوب والفراولة لما تصل الى رقم معين. يعني أنا نسبة المواد السكرية اللي جوه ثمرة البرتقال واليوسفي والمانجا والكنتالوب والفراولة أنا ما بيتمش جمعها إلا لما تصل هذه نسبة المواد الصلبة الزائبة الكلية إلى درجة معينة محددة. أنا طبعا بعمل الكلام ده أو بعرفه بأجهزة معينة بعمل بها تحليل لنسبة السكريات اللي موجودة داخل هذه الثمار. عندي ايضا من ضمن المعايير المهمه جدا ودي بتكون موجوده في حاصلات خصوصا العنب ونباتات العائله اللي هي نبات البرتقال ونبات اليوسفي اللي احنا بنسميها مجموعه الموالح، نسبه المواد الصلبه الزائبه الكليه الى نسبه الحموضه. هلاقي عندي في نسبه بيكون فيها او نوعيه نباتات اسمها الثمار العصيريه
زي نبات العنب والبرتقال واليوسفي، انا بيتم الجمع امتى؟ لما تصل نسبه المواد الذائبه الى نسبه الحموضه الى درجه معينه، ودي يمكن هنتعرض عليها بعد شويه، ان تكون نسبتها حوالي 8. من ضمن المعايير ايضا اللي بحكم بيها على درجه نمو الثمار هي اليونت الثمره. واليونت الثمره انا ممكن استخدمها بالخبره الشخصيه او ان انا استخدمها بجهاز قياس درجه الصلابه. يبقى اليونت الثمره انا بحكم عليها من خلال يا اما خبرتي انا الشخصيه كعامل فني وانا بجمع بشوف الدرجه الثمار بتاعتي، هل الثمره بتاعتي لينه ولا صلبه. في بعض الاحيان انا باخدها كمعيار، مثلا من ضمن الامثله المشهوره جدا نبات البطيخ، وانا بحكم من ضمن دلائل نضج ثمره البطيخ بقول سماع صوت معين عند الطرق عليها وعند الضغط عليها براحة اليد بسمع صوت مميز، هنا يبقى عندي درجة اسمها درجة ليونت الثمار. في عندي حاجتين مهمين جدا ويجب علي أنا كراجل فني أكون على دراية كاملة بيهم. مرحلة حاجة اسمها اكتمال النمو، وعندي حاجة اسمها مرحلة النضج. مرحلة اكتمال النمو ان الجزء الاقتصادي في النبات اللي عندي وصل الى اقصى درجة. يعني ايه؟ يعني الجزء الاقتصادي ده لو انا سبته مش هيصل لاعلى من كده. في عندي مرحلة تانية اسمها مرحلة اكتمال النضج، يعني الثمرة بتاعتي وصلت لتمام النضج بتاعها النهائي. في نباتات بيتم تسويقها وقطفها عند درجة اكتمال النمو، وعندي مجموعة من النباتات بيتم اقتطافها عند مرحلة النضج. نشوف كلمة اكتمال النمو معناها ايه. كلمة اكتمال النمو عندي بقول هو وصول الثمرة، الثمرة بتاعتي بتصل الى الحجم المميز للصنف. الثمرة بتاخد الحجم والشكل المميز للصنف كشكل نهائي تحت ظروف منطقة الانتاج، لان احنا وضحنا برضو ان منطقة الانتاج بتاعتي بتكون اذا كانت منطقة اراضي فيها رملية والري فيها ري بالتنقيط، غير الاراضي الطينية اللي الري فيها ري بحاري، حجم الشجرة بيختلف، درجة الحرارة بتختلف. يبقى اكتمال نمو الثمرة هو وصول الثمار الى الحجم المميز للصنف والنوع تحت ظروف منطقة الانتاج. بقول فيها ان الثمرة بتاعتي وصلت لمرحلة الحجم النهائي، ولو سبتها مش هيتزيد في الحجم ولكنها تدخل الى مرحلة تانية اسمها مرحلة اكتمال النضج او مرحلة النضج. في عندي ثمار بيتم اقتطافها عند اكتمال النمو بس وما بسيبهاش لمرحلة النضج، زي المثال بتاعنا اللي احنا اتكلمنا فيه، نبات الموز ونبات المانجو ونبات الطماطم ونبات الكنتالوب. يبقى هنا انا المعيار بتاعي انا قطفت الثمرة امتى؟ عند اكتمال النمو. وقلنا اكتمال النمو هو عبارة عن ايه؟ اكتمال النمو هو ان الثمرة بتاعتي سواء كانت موز او ثمرة المانجا او ثمرة الطماطم وصلت الى حجمها النهائي، بسميها مرحلة اكتمال النمو. ولو انا سبتها هي هتستمر على النبات ولكن تاخد مراحل تانية اسمها مراحل النضج. طيب انا حسب درجة التسويق بتاعتي انا محتاجها عند اي درجة؟ انا قلت هنا طالما ان هي وصلت لمرحلة اكتمال النمو يعني هي مش هتزيد معايا. لو انا زارع نبات طماطم ووصلت لمرحلة اكتمال النمو، ايه الفايدة اللي عندي اللي اسيب فيها النبات او الثمرة على النبات؟ ما انا اشيل النبات دوت او اسيل الثمرة ديت عشان ادي مساحة ان النبات يبدأ يربي لي كمية اكبر من الثمار، فبيزيد عندي العائد الاقتصادي ويزيد عندي المحصول بتاعي. الحالة التانية او العملية التانية، المعاملة التانية، هي عملية النضج. احنا قلنا اكتمال النمو ان الثمرة وصلت للحجم النهائي بتاعها ومش هتزيد بعد كده. عملية النضج بقى هي حصول تغيرات فسيولوجية وكيميائية داخل الثمرة بتغير الخواص التركيبية بتاعتها من الداخل. يبقى عملية النضج المقصود بيها حدوث التغيرات الفسيولوجية والكيميائية داخل الثمرة التي اكتملت النمو. يعني ايه؟ الحته دي مهمه جدا وركز عليها، وانا راجل فني وفاهم الكلام ده كويس، ان الثمره لا تدخل الى مرحله اكتمال او ما تدخل في مراحل النضج الا اذا وصلت الى مرحله اكتمال التكوين.
ليه بقى النقطة دي مهمة؟ لأن عندك هنا كراجل فني وراجل محترف وراجل شغال في مجال البساتين، أنت هنا لو عندك نبات من النباتات الجزء الاقتصادي بتاعي بيجب إن أنا أجمعه عند درجة نضج معينة، يبقى هنا لو أنا شلته من على النبات عند مرحلة اكتمال النمو النبات بتاعي مش هيكمل المراحل بتاعت النضج، يبقى لازم ان انا كنت اسيبه على النبات لما مرحله انه يخش في مراحل النضج المختلفه حسب درجه التسويق اللي انا عايزها. يبقى النضج هو عباره عن حدوث تغيرات، قد تكون هذه التغيرات فسيولوجيه وكيميائيه داخل الثمره، بس بشرط ان تكون الثمره وصلت لمرحله اكتمال النمو بتؤدي بعد ذلك لوصولها للصوره النهائيه. طب لو انا سبت النبات او الجزء الاقتصادي بتاعي اللي وصل لمرحلة النضج بعد كده هيدخل في مراحل تسمى مراحل الشيخوخة ومراحل التدهور. يبقى لو عندي نبات كنت بقطفه عند اكتمال النمو ما ينفعش اسيبه يدخل لمراحل النضج، ولو عندي نبات بياخد الجزء الاقتصادي عند مرحلة النضج ما ينفعش ان انا اسيبه حتى يصل الى مرحلة الشيخوخة والتدهور فيما بعد النضج. من ضمن الحاصلات التي تقطف عند مرحلة النضج العنب والخوخ والمشمش والبرقوق والبلح والبطيخ، ده على سبيل المثال. قلنا أيضا احنا يمكن قلنا عندي نباتات مهمة جدا هي نباتات حاصلات الزينة، نباتات البساتين وخاصة ظهور القطف. ايه المعاملات بتاعتها؟ احنا كنا بنتكلم على دلائل في نباتات الخضر ونباتات الفاكهة، هل نفس الأدلة بتكون معايا لو أنا زارع نبات زي نبات الورد، نبات زي نبات الجلاديولس، نبات زي النباتات المختلفة اللي بتم الأورنفل؟ بلاقي عندي أدلة بتختلف ومراحل معينة بتختلف حسب أيضا نوع النبات وحسب الرغبة في التسويق بتاعي. فبلاقي عندي في نباتات الزينة وظهور القطف ممكن يتم قطاف النبات في مرحلة تسمى مرحلة البرعم الزهري المقفل. يعني النبات بتاعي طلع برعم زهري والبرعم الزهري لم يتم تفتحه عشان اخد اطول فترة انا بحتفظ بيها بالزهرة بتاعتي يا اما داخل المحل للتسويق او عندي داخل البيت. اول نبات من ضمن النباتات اللي عندي هو نبات القرنفل. بلاقي ان معظم الازهار بتاعتي بيتم قطافها. نبص مع بعض هلاقي عندي هنا النبات في الجزئيه دي كده الهندي زهره، باين عندي زهره تم تفتحها، دي غير مرغوبه في التسويق، انا بيتم قطافها في مرحله البرعم الزهري المقفل زي ما احنا شايفينها مع بعض اللي هي الجزء المقفل اللي فوق دوت. عندي ايضا من ضمن النباتات اللي بيتم قطافها والمرحله اللي بعد كده القطف في مرحله تفتح الزهره الاولى على الشمراخ الزهري. لو احنا رجعنا تاني لنبات القرنفل بلاقي عندي هنا في نبات القرنفل عشان نوضح بس الصوره معانا بشيء من التفصيل، بلاقي هنا ده الزهره اللي تم تفتحها، انا مش هستخدم مش هطوفها في الزهره دي، انا هاخدها في هذه المرحله اللي بيكون فيها البرعم الزهري مقفل. لو جينا نبص عندي نبات زي نبات الزنبق ونبات الجلاديولس ونبات عصفور الجنه، ودول بالترتيب من الشمال لليمين، ده صوره لنبات الزنبق ودي صوره لنبات الجلاديولس ودي صوره لنبات عصفور الجنه، بلاقي ان الثلاث نباتات اللي عندي عندي شمراخ زهري، وانا عايز اخد اكبر فتره يكون عندي الشمراخ الزهري ده مديني صوره جماليه في البيت بتاعي، فبيتم قطفها عند تفتح اول زهره على الشمراخ الزهري. طب ليه انا سبتها لعند تفتح اول زهره على الشمراخ الزهري؟ دي بتديني ميزه ان انا اعرف اللون بتاع الزهره اللي موجوده عندي، وبعد كده وانا زار ان الزهره ديت طالما ان هو نبات من نباتات القطف بيستمر تفتح هذه الازهار تباعا عندي داخل البيت، فاستفيد منها لفتره ايه؟ لفتره اطول. من ضمن النباتات ايضا بالنسبه لنبات الورد، بلاقي نبات الورد بيتميز بمجموعه مراحل مختلفه على حسب فتره التخزين اللي انا هحتاجها. بلاقي عندي هنا ممكن يتم قطاف نبات الورد في مرحله بيكون فيها البرعم الزهري مقفل
ودي بيتم فيها القطاف لو انا هيبقى عندي فرصه ان انا اخزنه لمده اسبوعين على درجه صفر درجه مئوي ونسبه رطوبه 95%. ويمكن عندي بلاحظ الصوره بشيء من التفصيل، دي صوره للبرعم الزهري اللي في مرحله القطاف بتاعه نبات الورد. عندي ايضا ممكن يتم قطاف ازهار الورد والبرعم مقفل ملون بعد خروج الكأس او نزول الكأس الى اسفل زي الصورة اللي موجودة اللي هي دي الحتة اللي انا محدد عليها التلوين، دي هي دي اللي بيتم فيها القطاف. انما انا لو خدت الصورة دي للتسويق بلاقي ان الزهرة بتاعتي بتفقد البتلات بتاعتي وما بستفيدش منها لفترة طويلة. يبقى المرحلة التانية ان البرعم مقفول ولكن الكأس بتاعي بدأ يتدلى الى اسفل، ودي حالة بيتم فيها تخزين لمدة اسبوع وبيكون بعد كده على نفس درجة الحرارة اللي هي صفر مئوي ورطوبة 95%. ايضا من ضمن المراحل بتاعتي قطاف الازهار الورد عند انفراج اول بتلتين من التويج، ودي بتكون لغرض التسويق المحل. يبقى هنا اتكلمنا مع بعض على اهم دلائل القطف الخاصة بظهور البساتين، واتكلمنا على الادلة الخاصة بنباتات الزينة. هنبص مع بعض بقى الى دلائل القطف بعض الحاصلات البستانية ونشوف ما هي المميزات التسويقية لكل نوع من الأنواع دي. أول نبات عندي وده من ضمن محاصيل الموالح اللي بيتم استهلاكها بصورة محلية وعنصر أساسي من العناصر الاقتصادية في محصول التصدير هو نبات البرتقال أو السرة. لو احنا بصينا للصورة اللي معانا ديت عشان نبين الفرق، أنا بيتم عملية الجمع إمتى؟ في نبات البرتقانة بصرة بيتم جمعه لما يتم تلوين القشرة بنسبة 50% على الأقل. يعني أنا باخد ممكن أجمع الثمرة بتاعتي لما بيتم درجة التلوين في القشرة تكون نسبتها 50% على الأقل باللون الأصفر. طبعا حضرتك لو جيت تستهلك، احنا بنتكلم كصورة، لو أنا مستهلك لثمرة نبات البرتقان لو انا جبتها ودرجة التلوين بتاعتها تكون اقل من نسبة اللون الاصفر فيها او اللون البرتقالي فيها اقل من 50%، لما حضرتك تيجي تستهلكها هتلاقي ان الطعم بتاعها غير مرغوب. يبقى انا هنا لو نزلت سوق ولقيت البرتقال اللي موجود فيه درجة التلوين بتاعتي نسبة التلوين اقل من 50% للون البرتقالي، حضرتك هتلاقي الثمره لو جبتها هتلاقي الطعم بتاعها غير مرغوب. يبقى نبات البرتقاله بصره بيتم الحصاد بتاعي او يتم الجمع بتاعي عند المرحله دي اللي هي يكون فيها الثمار بتاعتي درجه التلوين عندي هنا درجه ما تقلش عن 50% من اللون البرتقالي، والنسبه المئويه للعصير ما تقلش عن 30%، ونسبه المواد الصلبه الذائبه الكليه للحموضه زي ما احنا وضحنا قبل كده بتكون 8%. عندي ايضا من ضمن النباتات المهمة جدا اللي بيكون عندي براعي فيها معايير معينة عند عملية الجمع وهي نبات العنب. بلاقي عندي نبات العنب بتاعي بيتم الجمع بتاعي عند اختفاء اللون الاخضر من الحبوب داخل العناقيد، وبلاقي بدأ ظهور اللون المميز للصنف. طبعا حد هنا يقول لي انت ليه ما قلتش اصفر؟ لان ممكن يكون اصفر، ممكن يكون احمر، ممكن يكون اسود على حسب نوع الصنف اللي موجود عندي. يبقى بلاقي اللون مش اخضر ولكن تحول الى اللون الاصفر او الاحمر او الاسود حسب نوع الصنف. نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية ما تقلش عن 16 الى 18 حسب الصنف اللي موجود عندي. ايضا عندي من ضمن المعايير نبات الخوخ، بلاقي ايضا من ضمن المعايير بتاعتي اللي بحكم بيها على جودة نبات الخوخ وصول الثمرة بتاعتي الى الحجم الممثل للصنف. قلنا طيب دايما بيكون تحت ظروف الانتاج، ويتحول اللون من اللون الاخضر الغامق الى اللون الاخضر الفاتح اللي بيكون عندي موجود على الثمرة حاجة احنا بنسميها الخد الاحمر او بدأ يظهر عليها جزء من الاحمر بما لا يقل عن نصف الثمرة مع قلة صلابة الثمرة بالضغط عليها باليد. يعني أنا هنا في الخوخ
بلاحظ عندي مجموعة من المعايير المختلفة، معيار منهم ان درجة الصلابة بتكون الثمرة دخلت الى مرحلة معينة من مراحل الليونة، وعندي ظهور لون احمر بنسبة ما تقلش عن نص الثمرة، وتحول الثمار من اللون الاخضر الفاتح، اسف، من اللون الاخضر الغامق الى اللون الاخضر الفاتح. يبقى الخوخ فيها ثلاث معايير مختلفة، اللون بيتحول من اخضر غامق الى اخضر فاتح، بيكون عندي درجة من درجة التلوين الأحمر بتكون تصل إلى 50%، وعندي درجة الصلابة بيتم الحكم عليها بالضغط عليها بأصابع اليد. عندي أيضا من ضمن الحاجات اللي هنتكلم عليها، عندي الشروط الواجب مراعاتها عند جمع الثمار. بلاقي عندي بيتم جمع الثمرة إمتى؟ عند مرحلة اكتمال النضج أو النمو على حسب الصنف. بيتم الجمع في الصباح الباكر او بعد تطاير الندى. بلاحظ وانا بجمع بحافظ على انسجة الثمرة بحيث ان انا ما اضغطش عليها ولا اخدشها عشان ما تفقدش الصفات التسويقية بتاعتها، وايضا لا يتم السماح بسقوط الثمار على الارض حتى يتم المحافظة عليه. يبقى الشروط الواجب مراعاتها عند جمع الثمار، منها جمع الثمار في مرحلة اكتمال النمو او النضج، جمع الثمار صباحا بعد تطاير الندى، عدم الاضرار بانسجه الثمره بالضغط عليها او خدشها، عدم السماح بسقوط الثمار على الارض. عندي ايضا ممكن استخدم ادوات معينه خاصه كالمقصات او القصافات لبديل للجمع اليدوي، وعندي عدم تعرض الثمار لاشعه الشمس ونقلها بسرعة إلى أماكن التجهيز والتعبئة، ويفضل ترك جزء من العنق مع الثمرة لحمايتها من عملية الجفاف. يبقى احنا كده في خلال الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه اتكلمنا ازاي احنا كعمال فنيين داخل مزارع الحصلات البستانية بيكون عندنا المهارة ان احنا نقدر نحدد الميعاد المناسب لقطاف الثمار وجمع الجزء الاقتصادي من النبات باختلاف مسماه، زي ما هنعرف الكلام ده في دراستنا بالتفصيل ان شاء الله لما نبدا مع بعض في الدراسه، وان شاء الله ننتظر معكم المزيد. وبنقول كمان احنا معانا اتكلمنا على مجموعه من المعايير اللي بيتم الحكم عليها على دلائل القطف للنبات، وعرفنا بعض الأدلة للنباتات المختلفة سواء كانت نباتات الخضر ونباتات الزينة ونباتات الفاكهة، وحددنا المعايير اللي بيتم من خلالها الحكم على درجة الجمع، وأيضا اتكلمنا على الفرق ما بين النضج، مرحلة النضج ومرحلة اكتمال النمو، وإمتى أتم الجمع عندي في مرحلة النضج وإمتى يتم الجمع في مرحلة اكتمال النمو. وعرفت ان انا لو سبت الثمرة بعد اكتمال النمو هتصل في تتحرك الى مراحل النضج، ودي ممكن تكون غير مرغوبة، ولو سبت الثمار بتاعتي تصل الى مرحلة النضج النهائي وبتستمر هتصل الى مرحلة الشيخوخة وافقد فيها القيمة التسويقية بتاعتي. يبقى هنا يجب علي ايضا اركز معاكم تاني ان يكون عندي مجموعه من المعايير الفنيه انا كراجل فني او عامل فني في مزارع انتاج الحصلات البستانيه المختلفه سواء كانت حصلات الفاكهه او حصلات الخضر او نباتات الطبيه والعطريه او نباتات المزارع الخاصه بانتاج ظهور القطف. وان شاء الله بكده تكون انتهت حلقتنا، ونلتقي مع بعض في حلقات اخرى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.